شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر ثبات الحق وأهله، شهر انتشار الفضيلة ومبادئ الحق. كم من حق وصوت وصوت حق على وساد في هذا الشهر الكريم. شهر دحر الظلمة والطغاة المتجبرين. يظن الطغاة أن هذا الشهر شهر رمضان شهر الضعف والهوان، فيستعدون ويتجهزون للقضاء على الحق وأهله. عتادهم ودعمهم الديني في هذه المعركة يأتي من أناس مجرمين يتصدرون المعركة في لباس ومظهر ديني، يتعممون بعمامة الفقهاء وأهل الدين، والدين منهم براء، يستحلون دماء المسلمين ويشوشون على العامة بفتواهم المتسلطنة، أي التي هي بأمر السلطان وليست بأمر رب العالمين. كيف لا وهم يصرحون ليل نهار وعلى الملأ أنهم مع السلطان ولو كان عاصيا لله سبحانه. وهكذا يجتمع لأهل الباطل أتباع جهلة مغفلون وأهل ضلالة وزيغ، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والنتيجة التي لا تخطئ والسنة التي لا تحابي أحدا، إن من كان هذا عماده وهذه أركانه لا بد له من سقوط مدوي، سقوط مجلجل يسمع به القاسي والداني. أهل الحق إذا ما صدقوا في حقهم وتمسكوا به، وإذا ما أجادوا فن المعركة وأحسنوا التوقيت، لا محالة، فالله ناصرهم. فالوعد بنصر الحق وأهله قائم بقيام السماوات والأرض. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ورحب بكم في تغطيتنا المباشرة لهذه الليلة في منظر جميل مفرح، في منظر يذكرنا بعودة الشرعية الصحيحة الحقيقية، عودة الشرعية لأهلها، لأهل فبراير ولثورة فبراير وللحق وللقانون. اليوم اجتماع البرلمان، البرلمان الشرعي، البرلمان الشرعي اجتمع اليوم في ريكسوس، وبالمناسبة المكان جميل جدا. أعطوني صورة ريكسوس. فاليوم اجتماع البرلمان متاعنا وأقر، وبالمناسبة المكان اللي تم قصفه، اللي تم قصفه وأرادوا أن يلغوا به الشرعية، المجرمين مجرمي الحرب، مجرمي الحرب أرادوا أن يمنعوا هذا الصوت، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم اجتمعوا، وفي قرارات بإذن الله تعالى ينتظر فيه الشعب الليبي وتنتظر فيه الشرعية الأيام هذين إن شاء الله يصدرن، حتى تعدل الأمور وتعود إلى طبيعتها، ويعني تنمو الدولة الحقيقية وتظهر المؤسسات الحقيقية وتظهر الشرعية الحقيقية. فأنا نبارك لإخواني النواب في هذا الاجتماع المبارك، ونشد على أيديهم ونقول لهم مزيدا مزيدا من التقدم، وباجتماعكم وبنقاشكم وبهمتكم مع ليبيا ترسلوا رسائل طيبة، رسائل مطمئنة لشعبكم الليبي اللي ضحى وما زال يضحي من أجل ثورته، من أجل ثورة فبراير. هذه حبيت أنا نبدأ بها، كي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق النواب لما يحب ويرضى. الأمر الآخر وهو الأمر يعني الغائب الحاضر،
وهي قضية إطالة المعركة، وانتم عارفين طبعا المجرمين اللي قدامنا حكيناها في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبل الماضية، هذا ديدنهم، يبوا إطالة المعركة بأي شكل، يبوا الخسائر تزيد، بيش في لحظة من اللحظات يطلعوا عندنا المهرجين في ثوب الناصحين والمحافظين على دماء الليبيين والمحافظين على عدم خراب طرابلس وليبيا وكذا، ووقفونا الحرب يا جماعة وخلونا ندير راي. لا يا حبيبي، حاجتين بنقولوهن. أول مرة على الحكومة اللي عندها الشرعية الآن واللي أبنائها قاعدين في الجبهات واللي قاعد دمهم يسيل من أجل ليبيا من أجل ثورة فبراير، عليها أن تحسم المعركة بأي شكل من الأشكال، لابد تنهيه. وبعدين مش نهايتها هنا في الجبهة في طرابلس، لا، نهايتها في عقر دارة. احنا جاتنا ثلاث فرص من قبل، جاتنا فجر ليبيا وكان مفروض أنها تستقر ثورة فبراير وتحكم ليبيا بالكامل، هذا أمر، وجاتنا فرصة في الشروق، وجاتنا فرصة في المعارك اللي دارت في درنا في بنغازي، كانت فرصة أنها تكشف الانقلابيين، وكان المفروض الليبيين يجمعوا كلهم على دحر الانقلابيين ودحر المجرمين الطغاة المستبدين، فما نبوش الخطأ يتكرر أخرى من جديد. الآن جاتنا فرصة، ولعلمكم وأظن أنتم على يقين، هذه الفرصة أرادها رب العالمين، دبرها رب العالمين، خططها رب العالمين. إلا التخطيط بتاع السياسة حقتوه أنتم عد، حقتوه وصلنا. التخطيط بتاع السياسة اللي مشينا به جابلنا حفتر لعند الأسوار هن لعند عين زارة، هذا السياسة بتاعكم، السياسة بتاعكم والنظرة التفاؤلية والمستقبل والاستراتيجية وحقن الدماء وعدم خراب المدينة، ولابد نديروا حل ولابد كذا. وهل وسهث جابت لكم حفتر لعند عين زارة هن، باش نكونوا واضحين وعلى بلاطة. اللي له الفضل في هذه اللحظات وفي دحر المجرم الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الرجال الأبطال اللي قالوا وين سياسة وين كلام فاضي وين تدبير أمور. نتفاجأ الآن، يا ربي ماناش متفاجئين، لكن للعامة بصراحة بصفة عامة تفاجأوا الناس، وإذا به عراب الأمم المتحدة، عراب دخول حفتر لطرابلس، كان قايلها بكل صراحة، عليكم أنكم ترضوا بحفتر، وحفتر أمر واقع هذا. وأنا نقول لكم هذه الآخر لحظات قبل العملية بيوم ولا يومين، أنا نقول لكم ممكن تصير معركة بسيطة، لكن حفتر معاه دول وعنده سلاح وعنده كذا وحيتفوق عليكم. صحيح انتم عندكم رجال ممكن يتحركوا، لكن الاليات اللي عنده والمعدات والتكنولوجيا هذه حتخليه تنتصر. فالاحسن كم انقالات الاماكن يا ناس واضحه، الاحسن كم التفاوض مع حفتر، بلكي يعطيكم تركينا معاه. الله اكبر، واذا به رب العالمين يقول في حاجه اسمها ثوره فبراير، في دماء طاهره سالت، في دماء طاهرة سالت، لا يمكن يرضى بهذا العفن رب العالمين، لا يمكن يرضى بهذه الخيانات وهذه الوساخة انها ترجع من جديد الليبيا وتحكم ليبيا، لا يمكن يرضى. واذا بها تشوفوا فيها المعركة 50 يوم شبابكم قاعدين قدام العفن هذا، قدام الخيانات والمؤامرات والكيد والدول التي تدعي الحضارة وتدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الشعوب والكلام الفاضي هذا كله، وإذا بهم رجالكم إلى الآن. فالمفروض ما دام رجالكم حافظوا عليكم، خليني نقولها كم بصراحة، وثبتوكم في الكراسي بتاعاتكم، عليكم أنكم تستكملوا المعركة الآن وتحسموا المعركة الآن وتنصروا ثورة فبراير اللي خلتكم قاعدين، وإلا لو دخل حفتر أنتم عارفين مصيره، مهما جاكم من وعود ومهما جاكم من ضمانات لا يمكن عنده ضامن هذا، ولا يمكن يؤتمن، ولا يمكن عسكري يسعى للسلطة أن يؤتمن ولا تضع فيه ثقة. فأرجونا ما نضيعوش الفرصة ما دام أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الثورة أن ترفع رأسها من جديد وترتفع راية فبراير من جديد، لابد نحافظ على هذا المكسب ونحافظ على أبنائنا اللي قاعدين في الجبهات
وحي الله حي الله حي الله الجهود اللي الجنود اللي في الصف الثاني من أخواتنا وأمهاتنا وأبائنا اللي يدعموا في الجبهات وفي التبات بالأكل، اللي يدعموا فيهم بالتجهيزات، اللي يدعموا فيهم بالطعام الساخن يوصل لهم لغاية التبة. حي الله هذه النفوس وهؤلاء الرجال وهذه المدن العريقة المتحضرة. حي الله هذا الشعب. كم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذا الشعب بقيادة سياسية حكيمة شجاعة. الجبن الآن مش وقته، والخوف مش وقته، والمتردد مش وقته، لابد يزال. المستشارين اللي أوصلونا لهذه الحالة لابد تكون حكومة حرب مش تكون في مستوى الأبطال ومستوى الرجال اللي قاعدين على التبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. حلقتنا اليوم نحن حتكون في 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 تغطيتنا اليوم في 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 مجملها حتكون على البرلمان الغير شرعي اللي موجود في طبرق، هذا اللي قاعدين يستنزفوا في خزانة الشعب الليبي وخزانة الدولة الليبية بالترهات وبالكذب وبالأباطيل. جايبين كم مجموعة فيديوهات تحكي المأساة اللي موجودة في البرلمان. الفيديوهات تقول إن هنا قدم، لكن هذا هو واقع ما يسمى ببرلمان طبرق. خلونا نشوف الفيديو الأول ونرجع لكم. هاي دائرة بنغازي ونواب بنغازي مع احترامي الشديد للقلة اللي ما زلنا نلتمس فيها الخير، القلة القليلة. لما يطلعوا يحكوا البنغازي والله أنا أتحداهم يعرضوا أو يشكلوا لجنة، نرد تشكيل لجنة من المجلس البلدي بنغازي والمجلس البلدي بمرج، ويجوا لمجلس النواب ويفتشوا في الديوان على كمية التذاكر وعلى الفلوس اللي واخذين. هذه جزئية أخرى. الأخرى يجوا يتفرجوا إذا كان عجزنا عن أن نصدروا نطلع التسجيلات، يجوا هم ويتفرجوا ويجيبوا من يشاء يشوفوا التسجيلات ويشوفوا نواب بنغازي كيف يحكوا داخل الجلسة. للأسف بنغازي ما طلعش اللي يمثلها من هو قد المسؤولية، ما طلعش اللي يعرف قدره ويعرف قيمته، ما طلعش اللي يعرف الناس، اللي يعرف الناس النسيج هضائي. طلع بيده سامحني ومسؤول عليها، طلع بيده قريبه من فمه، طلع اللي عنده حلم حياته انه يكون وكيل دقيق على مستوى ليبيا، وطلع الاخر اللي حلم حياته كان يدف في بريلا عرفته. نعم. وتوا قاعد من الاسماء يغرف عرفته. هذا فرج بو هاشم طبعا، عارفين انه كان الناطق الرسمي. شفتوا شن حكى على البرلمان؟ أنا جبت الكامل إن هذا زي ما يقولوا شاهد من أهله. هذا عارف الطبيخة من جوه وعارف شن ساير عندهم. وقال بصراحة بكل اختصار بنغازي ما طلعش من يمثلها صح. شفتوا الكلامه؟ هذي مهمة بعضهم جوه. صحيح متباعد الرجل هذا توه ومش متوافق معاهم في الرأي. هذه للحق يعني تقال. لكن حكينا على النوعية اللي موجودة غادي. باش يا اهلنا لما نتكلم ونحن ونقولوا راه البرلمان اللي عندك مجرمين تقولوا لا هذه ما يبالغوا هذه ما كذا وكذا وما يحبوناش ويكرهونا وكذا. باش لما نقولوا لكم ان البرلمان اللي غادي غير شرعي باستدعاء للقوات الخارجيه بترحيبه بدخول المصريين بترحيبه بدخول الروس بترحيبه بدخول الامارات وإعطاء الإمارات أيضاً قاعدة عسكرية في الخروبة قاعدة الخادم. لما نقولوا لكم غير شرعي ما تقولوش والله هذي ما غير مبلغين في الموضوع كذا وعندهم في رسم حاجة. هذا فرج بو هاشم يحكي. للأسف قال الأنواع اللي طلعن والله هي عيب إني نقولها لكن هذه خلاص انتشرت في التلفزيون والراجل الناطق الرسمي هذا يحكي بها. قال للأسف اللي أنتجناهم في الانتخابات واحد يده قريبة من فمه يعني متاع زروط يزرط لهم حل لهم حرم خالطة الحكاية عنده معلش يعني في الوصف مع احترامي للناس اللي قال أنتجنا وحدين يبوا يقعدوا وكلاء للدقيق ووحدين علفة وواحد كان مع احترامنا والله مش لي شيء لكن نحكوا لكم ك
كيف النقلة اللي صارت عند الناس هذيما، يعني يدفي باريلا ينقعد يدفي ملايين ويدفي قصور، ويجيك يتكلم وكذا، والبرلمان الشرعي ومفروض الطرابلسية يسمعوا كلامنا ونحن اللي عندنا الشرعية، ومفروض الحكومة اللي موجودة في طرابلس هذه تاخذ الثقة منا. تتكلم انت عديم ثقة، انت مفقود الثقة عندك برأي جماعتك. هل كم يحكوا عليكم؟ قالوا انكم سراقين، انتم طماعين. كيف تبي تعطينا الثقة انت في حكومة؟ بس انت ماذا بيك؟ الوضع اللي انت قاعد فيه لا يمكن يتغير، واغمى بالنسبة لكم، والله واغمى. اراد الله سبحانه وتعالى هذا الامر، ايش بنديرنا؟ لكن واغمى انت من لا شيء في الشارع، تلقى روحك عندك ملايين وقصور وسيارات وتذاكر وسفر ورحلات ودنيا زايطة، تبي تقول لا والله غيرونا ولا ديرونا؟ لا، مستحيل الكلام هذا. هذه عينة بس بسيطة، وما زلنا نزيد نوضح لكم البرلمان هذا. أعطوني الفيديو الآخر. هاي لا شك أن الحكومة ليست ضعيفة بل ربما كارثية بصراحة. كارثية كارثية، نعم. أعتقد أن سيصنف التاريخ أن هذه أضعف وأسوأ حكومة في تاريخ ليبيا، وأخشى أن يكون مجلس النواب هو أسوأ مجلس نواب في تاريخ ليبيا أيضا، وربما في تاريخ البشرية والإنسانية. كلام خطير. نعم بصراحة، في تاريخ البشرية. زياد قال لهم، وهذا أحد الأعضاء، راهو هذا مش عارف يحكي على المجلس وهو فيه، يعني معناه حتى هو بيكون أسوأ بني آدم في تاريخ البشرية سياسيا. طبعا ما نحكوش على حاجة أخرى، نحن أسوأ بني آدم في تاريخ البشرية كسياسي هو. يا جماعة راهو والله ما قلنا حاجة مرة وصدرها، آهو طلع للسيد زياد بروحه المدافع والقانوني والسياسي وصاحب الطروحات القوية بصراحة والمبادرات، وصاحب مبادرة فصل برقة، فصل برقة عن باقي ليبيا وضم برقة لمصر ودعم السيسي وهلم جرة. قال الحكومة مش سيئة، كارثية. عودها لها المذيع، ما توقعش الموضوع، قال له كارثية، قال له كارثية بمعنى الكلمة. تو بالله عليكم يا أهلنا، إذا كان الناس يقولوا على أرواحهم هكي توه، والناس يوصفوا في أرواحهم ويحكوا على أرواحهم وعلى سرقتهم وعلى فضايحهم، ما زلتوا تسمعوا كلامهم أخرى؟ ما زلتوا تقولوا عندنا برلمان شرعي ومجلس نواب والشرعية موجودة عندنا؟ بالله عليكم، هذا يمترضوهم أن يكونوا شرعية؟ إذا كان هم أقروا على بعضهم أنهم سراقين ومتعين رشاوي، وأقروا على بعضهم أن كارثة في العصر الحديث تحدث وجود هذه الحكومة ووجود هذا البرلمان، ما زلنا نقولوا في شرعية وفي حكومة ولابد طرابلس تسمع كلامنا وتمشي براينا، ولابد الجيش اللي نقروه نحن يطلع ويحكي يدير؟ لا، ما تجيش هذه. هذه معينات بسيطة بس من هالهم، ما زلنا ما درنا تحليل من عندنا هالهم وحدهم حكوا عليهم. فيا ريت هالنا يركزوا شوية، يركزوا وينعلوا الشيطان ويحولوا الهوى متاع النفس هذاهي إلا قاعد هم شايلهم السيل ويزغرتوا هالنا. ما زالوا يقولوا عندنا جيش وعندنا شرطة، وهذه ما هم اللي يحكوا عليهم. ما زال يحكوا ويقولوا نحن عامل استقرار والأمن لليبيا ومنع الإرهاب ومنع الفساد ومنع كذا، قصة هذه كلها. وانتوا تشوفوا الحالة اللي توا اللي قاعدة تحت إيديهم ومسيطرين عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. أعطونا يا شباب الفيديو. عقيلة صالح حفظه الله، وجماعة البرلمان والتني والمشير حفظ سماحة الوالد حفظه الله صحيح، وهذا المضبوط يا أخونا. صحيح. بشير صحيح، نحن طاعة ولاة الأمور عندنا أصل ما نخلفوه، حتى لو أمرنا بمعصية بتأمرنا بمعصية، شو نقول له؟ نقول له سمعا وطاعا، دمي دون ديني. نحن ضد هذا. هذا مش عارف أنا كيف نوصفه، لكن هذا ركن قوي انسند عليه حفتر في حربة على ليبيا،
في المؤامرة الكبرى، في النبتة الخبيثة المسماة الكرامة. هذا الذراع من الأذرع اللي اتكى عليه انحفتر. تتذكروا لما السيسي طلع يدير في انقلاب، شفتوا البيان متاعه كيف ألقاه؟ أفتنا راه هي نسخة طبعا كبي أخذوا فيها نحن نسخة من المصرية، يعني روشيتة دواء، روشيتة في السير في الاستبداد والطغيان والظلم. كيف تمشي؟ كيف تحقق يا خليفة حفتر الطغيان متاعك والظلم والاستبداد؟ كيف تقضي على الحريات؟ كيف تقضي على الدولة المدنية؟ نقولوا لك نحن هم المصريك يحكوا له. شفتوه السيسي طلع وشن دار؟ حط قدامه، حط الناس المتدينة، حط الأزهر من حذاه، وحط النصارى من حذاه، وحط العسكريين وهو العسكري، يعني حط عدة فئات من المجتمع. صور هكي لما يحق هنا المشاهد يقول آه الرجل هذا مش بروحه، السيسي هذا مش بروحه، هذا معاه فلان ويدعم فيه التيار الفلاني والشكل الفلاني وكذا وكذا، معناها مكتملة الصورة، معناها مفروض اللي يقوله السيسي هو الصح، بدليل الناس هذي ما واقفين معاه. واضحة هكي. نجو عندنا نحن لما يطلع صعلوك كيف هذا أفاق والله معارف راسه من كرعيه، وظاهر بمظهر دين انه هو متدين يعني ويتكلم بالدين، ويسأل فيه المذيع اللي طايح على راسه حتى هو قدامه، وهو ما شاء الله يعني يدقل سماحة المفتي. نين وصل في معنى خطير جدا، ما عاش فيه خلاص، برروا قالوا أعذار واجد، قالوا حجج ينصروا به انحفتر، وصلوا لمرحلة شنو؟ أسمع من الأخير نجيك يعني من الأخير، حفتر هذا حتى وكان قال إن ديروا معصية، حتى كان قال اعصوا الله سبحانه وتعالى، نحن معاه. المهم ولي الأمر هذا معبود قدامنا، نحطوه قدامنا ونعبدوه عبادة. العبادة ما هيش راهو السجود بس والركوع، أفطنوا لما إنسان يحلل لك الحرام ويحرم لك الحلال، هذه والطيعة أنت في هذا الشيء، هذه العبادة اللي نهى عليها ربي سبحانه وتعالى، ولا مش مزبوط الكلام؟ هذا جاك من الأخير قال لكم الراجل هذا فكونا من الوجيج، حتى إن كان قال لنا اعصوا الله سبحانه وتعالى نحن طيعينا. طاعة ولي الأمر عندنا عبادة، نحن طاعة ولي الأمر عندنا عبادة. يا ويله هذا كيف يبي يقابل رب العالمين؟ بس كيف يبي يقابل رب العالمين؟ والله حفتر يتبرأ منا يوم القيامة، يقول له والله ما قلت لك الكلام هذا. لكن هذه ما المشكلة، هذا رمز ديني يعني على الأقل في شكله، مش في عقله ولا في أقواله، لا في شكله أنه هو دين، والدين هذا يتكلم على حفتر ويأيد في حفتر، معناها الناس البسطاء هلنا اللي متربين على الفطرة البسطاء يتأثروا ويقولوا كيف الراجل هذا دين هذا يا جماعة، ونحن كل شيء إلا الدين، نحن كليبيين. فهذه مصيبة كبرى، الذراع الديني استعمل استعمال يعني أنا نقول خطأ مليون في المليون، لكن بالنسبة لهم استعملوه صح. فيا ريت أهل الحق أهل البصيرة المتدينين المشايخ العلماء عندنا يكون لهم صولة وجولة في دحر الباطل، يطلعون علماءنا ومشايخنا كيف الشيخ الصادق حفظه الله وبارك الله في عمره وعلمه، نظر للصعاليك هذا تقول له وين ماشيين؟ تنتوا الخوارج الأصح، إذا كانكم تدوروا في الخوارج أهم الخوارج، أهم الخوارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله. غطي وجهك وبكل حياة غطى وجه سفاحك، ولا هم يعدل همك ولا ألم ساوى في الجراح جراحك، يزعمك حسوا بيك ولما ضغط على الزر فكر فيك. أنا نقول لك شافوك، أنا نقول لك شافوك،
وفوق الأريكة افحوش كم لحظوك مع لعبتك بحضان واختيه ومن ريح تعصف بخوف ضميتيها هذه جماد وخفتي عليها من يدين فساد ليش ما عليك خافوا اللي آذوك ليش بالرصاصة الخاينة رصدوك يا طفلتي الجميلة يا عايشة في الرعب أصعب ليلة الجرام هم فروحة ويلعب العابة في السبيل بروحة يا ترضخي المطالبة حتى وكانت صعبة يا يكون في عنوانك سفاح رعب الليلة وبقل الحياة يسيطر علي مطراحك وخلي الدماء تغطي معالم لوعتك وجراحك يا طفلتي الجميلة يا طفلتي الجميلة يوم 20 رمضان اللي هو أول أمس واليوم اللي قبله كانوا يعني زي ما تقول بيدوروا ضربة استباقية أو خطوة استباقية ترفع المعنويات عندهم وتنشطهم شوية وتغرر بالجهلة والمغفلين اللي تبعوا فيهم فداروا تاريخ يوم 20 رمضان ويوم الفتح ويوم كذا يوم الفتح هذا سبحان الله يعني يوم الفتح هذا للناس المطيعة اللي تخاف ربي سبحانه وتعالى مش اللي تسكر وتحشش وأخلاق سيئة وسب وكذا وكذا لكن ما علينا داروا يوم 20 وإذا بها تنقلب الحكاية عليهم وصارت كارثة والله رغم أنها مأساة رغم أن الليبيين رغم أن الليبيين موتوا لكن الليبيين انذهبت شيرتهم انذهبت شيرتهم يتبعوه كيف المعتوه اللي طال حتى وكان قال لنا على معصية حتى هذا يقدم في روحه على سبح حفتر يا جماعة يقدم في روحه على سبح حفتر يعني يخش للقبر ويبوا يسألوه ليش انت درت هذا حيقول لهم على سبح حفتر عينك ميزانك نسأل الله العفو والعافية وإذا به يموتوا ويشردوا يوم 20 وتصير فيهم حالة طبعا الرافد الأساسي والراعي الأساسي للنبتة الخبيثة المسماة الكرامة هم المصريين طبعا انتوا عارفينها المصريين طبعا من العادة متخصصين في المسرحيات على طول يبيدروا مسرحية يعني ترفع من شأنه شوية ترجع للهزيمة والقتلة والمتقطعات يديهم وكرعيهم يلهوا الناس شوية داروا له قصة عشماوي هذا ضابط المخابرات المصري أصلا هشام عشماوي وين كان قاعد هالفترة هذه كلها الله أعلم هم قالوا قبضوا عليه في دارنا بلا أعطى الحكومة المصرية والمخابرات المصرية داروا له أن اليوم قوات الجيش العصابات الميليشيا اللي بإقرار أهلها نفسها وبقولة البرعصي بروحه اللي قال ما عندنا جيش نحن فتات وهو قال لك كم بدري صعاليك وصراقين وحط من هالكلام ومع ذلك قال لك اليوم الجيش الوطني الليبي يسلم المخابرات المصرية الإرهابي المصري هشام عشماوي اللي كانوا شنو مستعينين به الإرهابيين في دارنا عطيني عقلك يعني دراونا ما حاربوش الإرهاب ولزوا 600 كيلو متر وعين حفتر قاعدة تشوف فيه والطيران متاعها قاعد فوق منه ما طلقوش فيه رصاصة واحدة نينجانا في سرت وطلعت قواته البنيان المرصوص وقتلت منه نين جفلوه وضحينا ب700 راجل ومع ذلك مدير المخابرات يجي ويبرم اللي نبي نسأله برضو في هذه القصة حكومتنا وين وإحنا أرضنا منتهكة من مدير مخابرات المصرية قاعد يصول ويجول في شرق البلاد ولما تجي تكلم عليه قصة لا والله مش وقت تشلي مش وقت يهمي شلي مش وقت ترجع المخابرات المصري يجي يدور في طرابلس أنا بش تقول لا هذه وقت تتوى وين مدير مخابراتنا نحن وين مخابراتنا وين المباحث متاعنا
وين الأمن القومي متاعنا؟ ولا مازال مش وقت أخرى؟ يا راجل كلمة مش وقت هذه اللي جابت لك حفتر لعند هنا. قلنا لها امرأة وقاعت بنغازي يدير ويدير وحيكمل بنغازي ويجي. لا لا مش وقتها يا جماعة، راهي فتنة هذه. قلنا لها مجال الجنوب لا فتنة، ونحن عندنا وعود، عندنا وعود، لا يمكن الحرب تجي لطرابلس. ومع ذلك سقق من الجنوب وجاء. يا جماعة جاي في الطريق، أفطن أنا وحكم. لا 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 لا، كلها دعايات، كلها فبركة، كلها مش عارف شنو، كلها شو على قولهم، رؤية مش عارف شنو. وإذا به قاعد على حدود، مش حدود، قاعد في عين زارع. وين الأمن القومي اللي تحكوا عليه؟ مش أمن قومي هذا، مدير مخابرات دولة عدوة لنا، قاعد يدور في الشرق ما فيش واحد يتكلم ولا يقول هايا. بيعينها انتوا ولا شو قصتكم؟ قولوا لنا، قولوا لنا، عندنا رجاله يمسحوا الكبد قاعدين في التبات. نحن يصلح الله الحال ان شاء الله. اعطيني اعطيني الافاق هذا كذا. البرلمان الليبي، البرلمان يا اولاد اللي منتخب من الشعب، انا تشككت في هذا الامر إن البرلمان ده منتخب من الشعب حقيقة. يطلب التدخل الدولي في ليبيا ويقول لك ما يحدث في ليبيا أكثر خطورة مما حدث سابقا وأدى إلى التدخل الدولي. أنا مش عارف الشعب الليبي لماذا لا يخرج في الشوارع ويقلع الجزم وينزل على دماغ أعضاء البرلمان بتاعه. يعني ده مش عار، دي عمالة وعار كامل أن يأخذ طب ما كان لو هو برلمان وطني كان يقول نناشدكم بتدخل عربي، ولا هم العرب دول مكسحين، ولا العرب دول إيديهم مقطعة، ولا العرب دول ما بيحرقوش مكانهم. طالب لي تدخل دولي يهبل يهبل يا بوريالة، ما تشوف اللي حصل في العراق من التدخل الدولي. لما تطلب تدخل دولي هيحصل عندك نفس الوضع. والخطة تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول وممكن أربع دول. إيش رأيكم يا هل نعد؟ إحنا جبنا لكم البرلمان وهلا شن يحكوا عليه. وهذا الأفاق المصري بوق هذا كبير، قلت لكم أنا لما يحكي يحكي عن طريق المخابرات المصرية، يقولوا له احكي بكذا، ما يقدرش يحكي من راسه هذا، والله يقطعوا راسه المصرية. هذا يحكي يقولوا له المخابرات المصرية يحكي. شوف هذا بالتركيبة متاعته وبالمحتوى متاعه وبالأخلاق متاعه، شوف شنو يقول على البرلمان متاعنا. معناها أي مرحلة وصلها البرلمان؟ أي مرحلة وصلها؟ بعد هيك ما فيش. السيد زياد يقول أسوأ برلمان وكارثة حصلت في ليبيا، وهذا يقول لهم يا اهبل المفروض الليبيين اقل حاجه يديروها يسلحوا الكندره، واللي قابله واحد من المجرمين اللي غادي يضربوا بيه على وجهه. شوفوا المصري البوق هذا بتاع المخابرات كيف يقيم فيكم يا برلمان طبرك، يا مجرمين يا سراقين. شوف كيف يقيم فيكم الراجل المصري. شوف بيش ختمها، قال ليبيا تقسم الى ثلاثه او اربعه. طبعا هذه الخطة بي زي ما قلنا لكم من قبل عندهم خطة ألف اللي هي على رأسها مجرم الحرب خليفة حفتر، إنه يسيطر على ليبيا كلها وتقعد ليبيا ريموت كنترول في ديهم عن طريق عميلهم والخاين هذا. ما صارش من الموضوع هذا، في خطة بديلة. وإيش هي الخطة بديلة؟ إنه ما يطلعوش من المولد بلا حمص زي ما يقولوا، بقى ما صارش من ليبيا كلها بيعطونا عد برقة. وبدون انتو كان حقيتوا في التلفزيون متاعهم كيف يشيع وكيف يتكلموا ان جغبوب وواحد جغبوب وبرقه وفي من قال عند بنغازي من حقنا وكذا وكذا. لكن انا اللي لفت انتباهي وصف هذا البوق للبرلمان بتاعنا وكيف يعطي فيهم الوطنيه. هذا يعطي فيهم الوطنيه، يقول له لو تدخلت الدول الاجنبيه ما تحقش في العراق يا اهبل يا برياله. هذا اللي قال لهم مو مش انا، قال لها ما تحقش في العراق لما تدخلوا فيها شن صار لها، ولا انتم بايعينها؟ لا بايعينها انتم طبعا من زمان.
انتوا حتى الرئيس بتاعكم رئيس البرلمان لما عرضوا عليه الدعم قال لهم لا 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 لا، قالوا لا ممكن ندسوا لك من تحت الطاولة، بلكي فيه معقول هذا كم ما يفهموا شوية، قال لا الليبيين ما يحبوش الخيانة ما يحبوش كذا، تو ندعموكم نحن من تحت الطاولة، قال لهم لا 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 لا، اللي ركب على الجمال ما يوطيش راسه، وفي الرواية الأخرى اللي ركب على الجمال ما يغطيش راسه، قال لهم لا لا تبوا تدعمونا دعمونا فوق الطاولة، نحن أشكر ميدان شعير بوجه لما نبغوا نخونه والله ما نعدلوا على واحد. لما كنا نديروا في المبايعات للقذافي نقروا له في المبايعه نتاعها والله ما انا متحشمين من واحد، وتوا نبوا ندعموا حفتر ولا بنعطبوا حليبيا والله ما انا متحشمين من واحد ولا خايفين. يعني هذا برلمان يا جماعه ويجي تو يطالب فيه ويقعمز لك ويفقعص لك ويجي يقول لك والله شرعيه ما شرعيه، تي شرعيه تي خليتوا فيها شرعيه ولا خليتوا فيها اعطاب على روسكم؟ يصلح الله الحال ان شاء الله. اعطونا الفيديو كذا. نحن في أزمة حقيقية ولكن نقاشنا وكأننا في ظروف طبيعية وتقليدية. أنا بصراحة لمست ربما السادة النواب لديهم عذر أمام خاصة النقل المباشر وأمام قواعدهم الشعبية، ولكن أنا لمست نوع من الكيل بمكيالين. 50 سنة حكومة مركزية موجودة في طرابلس ما جتش وتزور في مناطق الشرق والجنوب والغرب، والآن مطلوب من السيد عبد الله الثاني أنه هو يقوم بهذه الخارقة والبدعة الجديدة. بلديات موجودة ما جاوبتكش، أنا ما جاوبتكش، أنا ما قاطعتكش أستاذ. لا بدون إذن يا ما تكلم عبد المولى، ما تكلم ما تكلم بدون إذن. أنا ما قاطعتكش دكتور عبد السلام الصية، ما قاطعتكش دكتور عبد السلام. النقطة الثانية بلديات، يا دكتور عبد السلام ما قطعتكش دكتور، بلديات خليكم بلديات لا تعترف بمجلس النواب والشرعية، ومطلوب منا نحن نزولها غادي بالباراشوت ونعطولها أموال ونعطولها دعم. هذا كيل ما ليبيين يجب أن يعترف. سيد زياد احنا نعترض على كلامك، هذا سيد رئيس الوزراء لليبيا كلها مش المنطقة الشرقية فقط. نعم المناطق الشرعية، لا تكلمت عن الشرعية ولم أتكلم عن جهة معينة. نجو النقطة الثانية، ايش رايكم في الفوضى وهالحوسة؟ هذين مشرعين يا جماعة، هذين يبي يصدروا قرارات يهم ليبيا كلها، قرارات يرجى فيهن الطفل ويرجى فيهن الرجل الكبير المسن المريض اللي راقد في المستشفى، ترجى فيهم العزوز وترجى فيهم الأرملة ويرجى فيهم العالم، يقرون قرارات شرعية. توهث أريتوه هذا كيف يفصل وكيف يحكي؟ قال 50 سنة مركزية وبعدها حوسة وتو تبوا من عبد الله الثنية، وعبد الله الثنية شنشاله غادي أصلا؟ إذا كانكم أنتوا تدوروا في القانون ولا تدوروا في الشرعية، شو اللي خلاه عبد الله الثنية يمشي غادي وهو اللي صادر أمر بالقبض على خليفة حفتر كونه منقلب على الشرعية؟ إيش كان وزير دفاع عبد الله الثني ولا لا؟ كان وزير دفاع وصدر أمر قبض على خليفة حفتر لما دار الانقلاب متاعه في 2014 شهر 2 قبل عيد الثورة متاعنا، وكان يبي يفسد علينا المنظر لكنه صدم وطلع من أكبر الأعياد في 2014. فالشاهد في الكلام حوسة، ريته حوسة وكيف يردوا على بعضهم وما قطعتكش وقطعتك. هذين المشرعين، هذا اللي بروحه اللي يحكي اللي يقول يرد على الدكتور هذا ولا شو اسمه، هذا اللي كان يقول أسوأ برلمان وكارثة والحكومة كارثة حتى هي. معقولة يعني يتحقق مصير الليبيين يتعلق بهذيما؟ يتعلق بهذيما؟ أراد الله سبحانه وتعالى لهم المكانة كويس، وبعد ثورة فبراير، وثورة فبراير هي اللي أقرت هذا المناخ وهي اللي جابتكم ثورة فبراير. المفروض أنتم في الليل وفي النهار، والله مفروض في الليل وفي النهار تدعوا لفبراير بالبقاء وبالسيطرة على ليبيا بالكامل، لأجلنا شوية شوية تباعدت فبراير على المنطقة الشرقية. شن صار فيكم؟ قال لكم مش روحوا، قاعد يفتش في شنطيكم ويفتش في سياراتكم مجرم الحرب خليفة حفتر، قال للعمداء
المنتخبين قال لهم تريحوا في حواشينكم ولا حبسهم حتى الحبس يا ربي، وجاب عسكريين حطهم في مكانهم. يعني انتوا في مفهوم مجرم الحرب خليفة حفتر والله ما تسوى الشلاكة بتاعته، هو في مفهومه هو والله ما تنفعوا قرش. اللي انتوا قاعدين توا تطبلوا له وتزمروا له وتدعوا انه هو صاحب الاستقرار والمحافظة على الامن ومحاربة الشرعية ومحاربة الارهاب، يعني مفاهيم مقلوبة. عندك الحق يا زياد دغيم تقول على روحك ان كارثة العصر، عندك الحق، يعني صدقت في هذه واجدت في هذا الوصف كارثة، سواء كان برلمان ولا حكومة. نسأل الله سبحانه وتعالى يفكنا من شركم ورب يصلح الحال ان شاء الله. اعطونا الفيديو تاع جرحى. هاي يا منى اضم جرحى في الجيش، شوف المعامله، حاطين حفاظ ضيق فيقات بلاتين وزي ما كملوا علاجهم، والمندوب اللي هنا فساس حاطهم، عرفت؟ حاطين كروفيه، حاطين جاي حافظ ماستير وجاي زراك هنا قعد يدير كاشف، يقول له هيا عمليه في ليبيا، سقفين في ليبيا مساكين، مازال ما تموا علاجهم، هذا عنده عمليه على العيون، هذا عنده عمليه بلاتين. تفضل يا باشا، تفضل يا باشا. يا ربي يضم قدم ارواح الوطن، كيف جيت توقف عليهم علاج تاعهم؟ بس مش طبيب منك شيء، يبغوا علاج بس، علاجهم يروحوا بس، لكن حسب الله ما كيف ان شاء الله. شوف، بعد ما كنا نرغموا في الظلمه والمتجبرين ونعطوا فيهم على رؤوسهم ونطردوا فيهم، نقعدوا نستجدوا في المجرمين والظلمة؟ لا، يعني بصراحة والله معنى كبير بكل، يعني تنقطع ايدي وتنقطع كراعي وتزهق روحي في سب هؤلاء، في سب هؤلاء المجرمين الطغاة اللي توا ما يندرش علينا حيين ولا ميتين. والغريب لو ان المشهد هذا صار مرة نقول والله الناس ما عندهاش علم وكذا ومغفلة وكذا، لكن تكرر المشهد هذا كم مرة جبناه فيديوهات كيف هذينا، إن الجرحى واللي المبتورين تعرفوا زمان شندار لهم، هو للتذكير بس، في حرب تشادو لا نهاهم من غادي، فيش واحد يروح مقطوع وذنه ولا مقطوع خشمة ولا مقطوع كراعة ولا يد، لا 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 تبقى طيب، لا تبقى طيب، بيش يظهر بمظهر إنه هو المنتصر، حتى بعد مسكوه أسير ما فيش قدامه، اللي مات مات عليه روحهم. الشاهد في الكلام انها عويلتكم مريتوهم حالتهم، يا اهلنا يا اللي تدزوا في عويلتكم، وعيلتكم هذا مصيرهم، يا اما ميت وما ندر عليه وين طاب في الصحراء، يا اما مسكيننا وقاعد محبوس اسير، وهذا افضل المواقع بيني وبينكم، افضل الحالات انه يمتسك اسير بالك يهديها الله سبحانه وتعالى ولا كذا، ولا يتقدم للمحاكمه ولا كذا. لكن ان كان قطعه كراعه وها حصل من يطلع برا، هذا مصيره، هذا مصيره يقعد يشحت فيهم، ها حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لكم والله يا وليدي، وكان قلت قبل لا تتحرك من مدينتك قلت لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وقعمزت مكانك وان شاء الله غير ما نكش متسبب في قتل حد يا ولدي، تقعد لك تجيك من جهتين انت، لا جيت من هذيمة ولا جيت من هذيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا ان شاء الله. عندنا صور نحن برضو للبرلمان بتاعنا كذا، خلينا نشوفوهم مع بعضنا. شفتوا المنظر؟ شفتوا المنظر اللي قصف، هو اللي دايرين فيه الاجتماع. يعني سبحان الله، اللي تقعد مسيطر عليه نفس فبراير لا يمكن يرضى، لا يمكن يرضى بالفوضى وحكم العسكر والخراب والدمار، لا خلاص قرار وطريق شقوها الليبيين، وهي طريق الحرية، طريق العزة، طريق الكرامة الحقيقية، رفض الدكتاتورية، رفض العسكر، رفض حكم الفرد، نبغى نمتلكوا إرادتنا. لذلك الناس هذه مصرين على هذا الخط رغم أن هذا المكان قصف، ورب يحفظهم، مرات يتعرضوا نفس القصف، قصف
ولذلك مجتمعين فيه. وهذه رسالة سواء كانت للداخل أم الخارج، إن الليبيين اختاروا طريقهم، الطريق الصح اللي كانوا مبعدين عنا لمدة أكثر من 40 سنة. أكثر من 40 سنة كانوا مبعدين عنا ومن عليهم الله سبحانه وتعالى به، ويحاولوا الآن العسكر أن يعودونا لنفس المنهج بتاعهم ونفس الطريقة بتاعهم، والسيسي وعدلي منصور والقصة المعفنة هذه. لكن هلنا وأبنائنا وإخواننا من النواب، لا بسم الله ما شاء الله، قالوا لا لا يا ليبيين ما تخافوش. وتوا نحن يا برلماننا يا صاحب الشرعية، الوقت محتاجينكم في قرارات صعبة، قرارات مصيرية تنقذ الوطن بالكامل بإذن الله تعالى. والاجتماع والصور هذين راهو اليوم، هذين اجتمعوا اليوم في قرارات مصيرية بإذن الله تعالى تحافظ على الشرعية وتحافظ على ثورة فبراير. اللي نقولها كم بصراحة وما زلت نقول فيها ونأكدها، والله لا حياة للمجتمع الليبي، ولا بقاء ولا استقرار لليبيا، ولا نهوض لليبيا، ولا منافسة لليبيا للدول الحديثة إلا بثورة فبراير بعد فضل الله سبحانه وتعالى. والله ما يسقم حالنا إلا بتمسكنا بثورة فبراير، وخاصة إن سقيناها بدماء طاهرة، دماء مباركة، دماء رجال أحرار، الأنفة قاعدة عندهم والعزة قاعدة عندهم، فنبتة تنبت من هذه الدماء كيف بيكون حالها؟ تبي تكون مباركة بإذن الله تعالى. وبدليل الكلام اللي قلته لكم في بداية الحلقة، الرأي الأخير وهو ربش هذا المجرم على أنه يجي ويحتل العاصمة، وإذا به تنقلب عليه 180 درجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا. خلاص شباب ما عندنا شيء؟ طيب ليلتكم سعيدة إن شاء الله ونهاركم طيب مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.